النهاردة هنتكلم عن الأهداف. إيه هو هدفك؟ إيه هي غايتك؟ عايز تروح على فين؟ كتير منا بنسأل نفسنا السؤال ده، بس كتير قوي برضو ما بنلاقيش الرد عن السؤال ده. اسأل نفسك النهاردة، إيه هي الرسالة اللي عايز تقدمها في الدنيا؟ وعايز الناس تفتكرك بإيه؟ من غير هدف في حياتنا عاملين بالظبط زي ما يكون في مركب في وسط البحر معناش ولا بوصلة ولا خريطة. الخريطة دي بالنسبة لنا هو ده هدفنا في الحياة، بيها هنوصل ومن غيرها هنتوه.